في عصرنا الرقمي المتسارع حيث تتحكم وسائل التواصل الاجتماعي في توجهات المستهلكين، أصبحت آراء العملاء وأحكامهم عاملا حاسما في نجاح أي عمل تجاري. ومن هنا برز دور المتسوق الخفي كأداة قوية لتحليل أداء الشركات ومؤسسات الخدمات، فبفضل تواجده على مختلف منصات التواصل الاجتماعي يستطيع المتسوق الخفي أن يقدم تقييما شاملا للخدمات والمنتجات المقدمة سواء في المتاجر الفعلية أو عبر الإنترنت، مما يساعد الشركات على اكتشاف نقاط قوتها وضعفها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين تجربة العملاء. يمكن تشبيه المتسوق الخفي بعين العميل السري التي تتجول في مختلف المتاجر والمنشآت، ترصد كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة وتقدم تقرير دقيق عن تجربتها. لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع بنرحب بصانعة المحتوى عبير حسين. أهلا وسهلا فيك يا عبير. أهلا فيك، شكرا كثير لكم على الاستضافة، تشرفت فيكم. يا هلا ومرحبا. والله عبير على فكرة أنا من متابعين الصفحة تبعتك، ودائما يعني أنت بجولاتك بحس حالي أنا جوا المول، يعني بتريحينا صراحة من زيارة المولات. هاي هي الفكرة الأساسية أساسا من الصفحة، أنه أنت فعليا تكوني قاعدة بالبيت، ما تضطري أنك تنزلي على السوق مثلا بدك قطعة معينة، تقدري أنك من خلال صفحتنا أنك تشوفي تقريبا، يعني نحاول نجمع خلينا نحكي كل المحلات في مكان واحد بالصفحة. حلو. طيب اليوم هذه الفكرة إجتك، واليوم حديثنا عن الخصومات والعروض اللي بتصير في هذا الشهر وتحديدا في نهاية الشهر، ولكن كثير من الناس بتتساءل إنه هذه العروض والحملات اللي دائما بتروج إلها بعض الماركات والمحلات، هل هي فعلا حقيقية؟ يس طبعا. هلا البلاك فرايداي بصراحة بصير فيه خصومات، الخصومات بتكون خلينا نحكي لطيفة، ما بتكون كتير هائلة أو كتير كبيرة، بالذات عندنا في الأردن. هلا إذا نطلع دول برا بأمريكا أوروبا، يس الناس بتكون صافة طابور قبل بيوم، يمكن صح أيوة. يعني مثل تهافت كتير كبير، صح صحيح، لأنه هناك بيحطموا الأسعار. هلا إحنا عندنا خصومات نعم، بس مش الخصومات الهائلة. بنفس الوقت الناس كلها بتركز فقط على البلاك فرايدي، لكن لو اطلعنا نحن مثلا عندنا بالصفحة مركزين على كل الخصومات خلال السنة. ممكن تكون في عندك خصومات مثلا بالكريسماس، بتكون الخصومات رهيبة آخر السنة بداية شهر واحد، فمش شرط انه نحن نجمع كل شيء على وقت البلاك فرايدي، ففي أوقات تانية. هذا بجزئية معينة اللي هي الملابس ولا كل القطاعات الثانية؟ يعني كل القطاعات الثانية بس تحديدا الملابس. طيب عبير، يعني كيف بتشوفي انه المحلات بتستغل البلاك فرايدي بتحقيق الأرباح، وأبرز الملاحظات يمكن اللي رصدتيها أثناء تخطيطك للأسواق؟ هلا ممكن يصير في استغلال طبيعي، مع انه هم بجميع الأحوال بيكونوا خلينا نحكي ربحانين حتى لو انهم نزلوا سعر القطعة، بس مثلا بتلاقي المحل حاطط اب تو 80% 90%، الناس ما بتنتبه على اب تو، بفوتوا على المحل بفكروا انه 80 كله 80%. هم اصلا بيكونوا حاطينها صغيره كتير، يعني هي اللي لفت الانتباه 80% بس هي عشان يريحوا حالهم. بالضبط. واحنا طبعا البنات طبيعه الحال بتفوت اساسا بخصومات او غيره، بتلاقينا دخلنا على النيو كولكشن، ما بنطلع كتير. صح. فبيستغلوا هذا الشيء بطريقه انه انت لما تفوت على المحل حتى لو كان اب تو، انت خلص ناوي تشتري بالبلاك فرايدي، فحتفوتي بدل القطع حتلاقي حالك تشتري قطعتين وثلاثة. غير هيك مجرد ما في بني آدم فات على المحل، هذا لحاله تسويق. أنت تكوني مارقة من جنب المحل حتلاقيه مليان، تلقائيا حتفوتي بدك تشوفي إيش اللي عم بيصير. فهاي ممكن هاي النقاط، بس كاستغلال نحكي إنه تغيير بالأسعار أو هيك، أنا صراحة هذا الشيء ما رصدته أبدا. هم ممكن بيستغلوا هاي الفترة لحتى يبيعوا أكثر. طبعا أكيد مش الفكرة إنه. طيب نشوف آراء الناس الأسعار. عبير معنا، نشوف هذا الاتصال وألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا. كيف حالكم؟ يا هلا ومرحبا. اهلا. هلا محمد تفضلي. انا والله زي ما حكت الاخت انه طول السنه في عروض، في اخر الشتاء، في اخر الصيف، وفي هذا كمان الموسم. نعم. فعلا يعني في محلات عن جد بتلاقي فيها عروض، بس لازم ايش؟ يكون عندك معرفه بالاسعار الحقيقيه من قبل حتى ما يضحكوا عليك. كمان في ايش كمان شغله، انه ممكن تلاقيها بسعر رخيص، مضروبه، مخشوطه، هاي الاشياء بيستغلوا بهذا الوقت انهم بينزلوها باسعار كتير نازله، يعني صارت معنا بكذا مره. فممكن تلاقي هيك شغلات لقطات وفرصه. طب انت بتستغلي هاي الفتره من السنه وبتروحي بتشتري، ولا يعني بكون الوضع المادي مش مرتاح فبتاجلي بتقولي خلاص ما راح استفيد؟ لا انا باجل. تاجلي؟ يعني مثلا اخر الشتاء بحاول اجيب شغلات لقطات اخليها لاولادي للشتاء الجاي.
مثلا الأجهزة لما يصير في عيد الأم مثلا زي هيك في هذا اليوم نفس الشيء، بكون محضرة حالي عامل جمعية باختي سلفة إني مخلي مبلغ لهاي المناسبات، تجهيز لابني، هدية لبنتي، مناسبات أعياد ميلاد. يعني هناك أولويات للمناسبات أو الأوقات اللي بيكون فيها عروض. طيب. آخر شتاء آخر صيف في نهاية كل موسم بيكون فيه خصومات. مش الجمعة السوداء إن شاء الله يا رب كل أيامنا تكون بيضة يا رب. بدنا نشكرك أم محمد، بدنا ناخذ اتصال تاني. ألو مرحبا. ألو يا أهلا. وخير صباح النور، هلا تعرفنا بحضرتك. جلال الكسجي. يا أهلا يا جلال، كيف الحال؟ يا هلا جلال. اليوم موضوعنا عن البلاك فرايدي، بدنا تحكي لنا شو رأيك يعني بالبلاك فرايدي، يعني بتشوف انه موعدها مناسب، كيف العروض والخصومات بتكون بهذا اليوم؟ والله شكلك بالسوق يا جلال. الصوت مش واضح. بقول له شكلك بالسوق. اه والله بالسيارة. لا بالسوق، بالسوق قاعد مش تشتري. بالسوق عليكم بس. شو رأيك بالعروض والخصومات؟ بس سكر الشباك يا اخوي يا جلال. تفضل سيدي. الو. هلا يا حبيبي جلال. اه قل لي شو رايك بالخصومات والعروض، انت على الهواء يا جلال. ما في خصومات حقيقيه، ما في، مش صحيح هذا الحكي. ليش؟ من وين بتروح تشتري؟ بدون اسماء طبعا، يعني مناطق. كل السوق مفتوح يعني. معروف الاسعار كلها معروف. شو المشاكل يعني اللي بتشوفها بهذا الموضوع؟ 100 دينار بتلاقيها 100 دينار برضه بنفس اليوم. يعني هي بس او بطلق عليها 99 دينار، بخصم لك دينار. خصومات مش حقيقيه، ما في منه حق يعني. طيب أبقى. توقيت البلاك فرايدي كيف بتشوفه جلال، بنص الشهر وباخر الناس الشهر؟ الناس ما تفرق معها التوقيت، الناس تفرق معها الدخل، لما يصير معي دخل بروح بشتري، اخر هم التوقيت. هو التوقيت من ناحيه انه الرواتب بتكون نازله او لا؟ ما هو ما بتقدر تحكم على كل الشركات او كل المحلات او كل الاماكن بتعطي الرواتب كلها اخر الشهر، في ناس ما بيعطوا اخر الشهر، بياخرك لنص الشهر، بياخرك لعشر الشهر، بياخرك لخمس الشهر. مش شرط انه يعطيك اياه اول الشهر يعني. صحيح. فالناس بطلت تهتم بموضوع فرايدي او غيره. الناس تهتم انه في دخل او ما في دخل. طيب. اشكرك اخوي جلال. شكرا يا جلال. يعني عبير فعلا الناس بطلت تهتم انه في خصومات، يعني كيف بتشوف الحركه بهذا الوقت من السنه؟ يعني نحكي بصراحه نحن عندنا خلينا نحكي البيك بشغلنا على الاكونت. بيكون فترة الأعياد رمضان والوايت فرايدي أو بلاك فرايدي، بالعكس بيكون في ضغط شغل أكتر علينا، لأنه بدك تلحق تصور كل المحلات، بدك تلحق تصور كل الخصومات، والكل بيكون بيسأل إنه هذا المحل متى رح يعمل سيل، هذا المحل. بالعكس أنا عم بحكي من جانب كمان إنه أنا متابعاتي أغلبهم 90% عم بحكي بنات. بنات. فكتير مهتمين بالشوبينج والأمهات بالضبط، بدهم يشوفوا، ما بدهم يوصلوا على المحل غير إنه الأزمة بالمحلات والعجقة والطريق وكذا، فبدهم يشوفوا قبل ما إنهم يوصلوا على المكان يكونوا محددين شو بدهم يشتروا. فلا هي الخصومات بتكون حلوة، ما بنحكي إنها رهيبة أو إنه حطموا أسعار. أيوة. بس في خصومات إلا. يعني كيف تتوقع اليوم إحنا بنستنى بلاك فرايدي خلال الأسبوع الجاي تقريباً؟ يعني الأسعار أو نسبة الخصم قديش بتكون بحسب خبرتك؟ هلأ هي يفترض أنها تكون بين 70-80%، بس زي ما حكينا هي ما بتكون على كل القطع بالمحل. أيوة. يعني قليل ما يعملوها، يعني زمان كتير قبل كم سنة يعملوها أنك تفوت جد على المحل تلاقي القطع بدينارين مثلا. وعم بحكي عن البراندات يعني. أما من جديد لا، هو الأبتو بتفوت عادي القطع تلاقي عليه 20%-30%، وأكم من قطع اللي هي فعليا أنه يعني هي بتكون من السنة الماضية بالضبط، بتكون من سيزنز قبل. فهي هي. طيب عبير كيف بتشوفي سلوك المستهلكين بهاي الأيام؟ يعني في ناس بتلاقيهم بيشتروا شغلات هم أصلا مش محتاجينها مثلا. بالضبط هي يعني النقطة اللي بدي أحكيها. بيشتروا بشكل عشوائي يعني بطريقة مرعبة. بتروح هي مثلا مو عارفة أساسا هي إيش بدها شغلات أو إيش اللي هي محتاجيته، فبصف إنه هي عم تشتري شغلات كتير لا هي محتاجيتها، عم تصرف مصاري بزيادة ما إلها أي داعي. غير عن الأزمة اللي هلأ حكيت، الأزمة اللي بتصير بالمحلات لأنه هم ما بيكونوا محددين شو الشغلات اللي هم بدهم إياها. فيعني هاي من ضمن الشغلات اللي بتصير يعني العشوائية بشكل. نعم. عام كون السيدات أكثر يعني ناس هيك بحبوا موضوع الخصومات والمحلات كله هالأيام. إذا ساشا بدها تروح الأسبوع الجاي تتسوق وتستغل البلاك فرايدي، شو نصائحك إلها؟ يعني كيف تروح تشتري؟ اوكي، اول شيء بدك تحددي ايش المحلات اللي انت بدك تشتري منها، مش انه تنزلي او حتضيعي وقتك لانه اذا لفيتي بالسوق يعني على اكثر من محل. ضروري تحطي لست ايش الشغلات اللي انا بدي اياها انا محتاجيتها لحتى
يعني مثلا يكون في بادجت معينه ما تطلعي عنها. خلص تكوني عارفه شو الشغلات اللي انت محتاجتها ما تشتري بشكل عشوائي. ثاني شيء كثير مهم انك تعرفي السعر قبل الخصم وبعد، يعني خلينا نحكي مثلا هذا المحل في عنده ويب سايت ابلكيشن او زرتيه بهالايام هاي قبل ما يبلش بلاك فرايداي، اعرفي السعر قبل وبعد، فهل ورثت اني انا اشتري القطعه مستاهل جد صار عليها خصم ولا انه ممكن اشتريها بوقت ثاني ممكن ينزل سعرها اكثر. شو كمان في شغلات ممكن انه يعني ينتبهوا عليها؟ موضوع الاب تو، معلش انا كثير حكيت فيه بس لانه جد مهم. مهم طبعا. ضروري انه نحن ننتبه انه اذا هذا المحل فعلا عامل الخصم الحقيقي ولا انه بس يعني جرت رجل زي ما بيقولوا عشان تروحي على المحل. صح. طيب خلينا ناخذ هذا الاتصال. الو مرحبا. صباح الخير يعطيكم العافيه. يا اهلا، تعرفينا بحضرتك؟ انا الدكتوره لائقه الحمامي. يا هلا ومرحبا. اهلا وسهلا فيكي دكتوره. اهلا فيك. انا حابه اعطي رايي بالنسبه لبلاك فرايداي او بلاك مانث، يعني يعني انا بحس فعلا الخصومات مش حقيقيه على امور معينه، على بضاعه معينه مش على كل شيء، فبحس انه يعني للاسف انه بتكون يعني امور بدنا نخلص منها بنحط عليها خصومات، والامور الثانيه اللي احنا فعلا تلزمنا ما بيكون عليها خصومات. إلك تجربة؟ توقيتها فعلا في وضع صعب شوي، يعني انه احنا في بداية الشهر ومع الالتزامات وبداية شتاء والوضع المادي، فبحس انه يعني مش كثير الوضع مريح. طيب كل الشكر دكتورة لائق على مشاركتك. ليش الناس ماخضة فكرة انه فعلا ما في خصومات؟ يعني هاي بس زي ما قلنا مجرد شدة رجل مع هالحملة العالمية. صح. لانه ليش الناس مش مقتنعه بهي الفكره؟ لانه هم بيشوفوا برا كيف بتكون الخصومات، ان كان مثلا خلينا نحكي على الاجهزه الكهربائيه، تلفزيونات، في شغلات كتير يعني خلينا نحكي سعرها اعلى من سعر الملابس، بيكون عليها جد يعني بيكونوا حرقوا سعر او مثلا يعني زي ما بيحكوا حطموا الاسعار. فالناس لما بتشوف برا كيف البلاك فرايداي او بتطلع برا بتيجي هون على عمان بتطلع انه طيب عملت لي خصم 30%، طب انا في اي وقت ثاني من السنه ممكن اشتري. صح. فلهيك ما بيكون كتير قوي عندنا البلاك فرايداي. وكمان شغلة الناس كتير بتركز انه عطول السنة، هاي النقطة نسيت احكيها، كتير بيركزوا انه طول السنة ما بيشتروا اشياء بحيث انه خلاص احنا بنشتري على البلاك فرايداي. بالعكس في اوقات تانية بالسنة في خصومات اكبر، فالمفروض انه نحن كمان يعني نوزع مشترياتنا على مدار السنة مش بشهر واحد نحشر كل شيء. يعني لو بدنا نحكي على قطاع الألبسة كمان عبير، يعني ممكن الناس اللي ما يعني بقول لك انه ما في خصومات لانه بروح على المحل بلاقي الخصومات، مثلا احنا هلا موسم شتاء بلاقي الخصومات على الملابس الصيفية. في ناس بتستغل يعني انه بشتري للصيف الجاي لاولادي مثلا بضمن انه انا كسيتهم للصيفيه الجاي، بس في ناس محتاجين القطع الشتويه بهذا الوقت وبلاقي الخصومات على القطع الصيفيه. صحيح. هلا هم بيعملوا خصومات على القطع الشتوي بس زي ما حكيتي الاغلب بيكون على الصيفي او الشغلات الخفيفه. هلا مثلا انا بحكي لك من الناس اللي ما عمري اشتريت مثلا هلا الصيفي لانه سعره نزل على اساس انه انا يعني على الصيف الجاي والشكل بالضبط يعني. وبكون خلص هلا نزلت لبس الشتوي بدك تشتري شغلات جديده بدك تجددي يعني. فيعني ردا على هذا الموضوع ممكن نحكي انه ستيل بيعملوا خصومات، انا مع انه بيعملوا بس زي ما حكيت مش بالشكل المطلوب، مش يعني بتمنى لقدام انه يكون جد بلاك فرايداي عندنا. وهذا الحديث على الاسواق العاديه والماركات. يس يس على الجميع على كل شيء. طيب ناخذ هذا الاتصال. معك عبير. الو مرحبا. مرحبا. يا هلا، كيف الحال؟ الله يسلمك. يا اهلا، انا اسمي نريمان ضبان من عمان. اهلا يا اهلا يا نريمان، الله يسعدك. انا عم بعمل تحديث للبيت عندي، للبيت عم في اشياء يعني عم بعمل تحديث. بدي أحكي باختصار إنه في قطعة أنا رحت بدي أشتريها من أدوات منزلية كان حقها بشهر 8 149 دينار ونص. فأنا قلت على مهل جايين الفرايدي بلاك وإلا ما ينزل السعر ومو مستعجل عليها لأني لسه بمرحلة الدهان والسجادات وأشياء مثل هيك. رحت ولقيت القطعة عليها 35% خصم. هلأ أنا مصورتها لأنه بدي إياها، مصورتها قبل مع سعرها. بال 35% خصم قد ايه صار سعرها؟ قد ايه؟ 149 دينار ونص. نفس السعر ما تغيرت ولا سنت. طب سالتيهم؟ لا بيجي هم بيكونوا الافراد العاملين بقول لك انا ما بعرف. ما بعرف. بتهربوا من الاجابه. يعني انا قلت لهم هاي كانت هيك بشهر 7 و8 انا جيت شفتها وبستنى الخصومات لتيجي مو مستعجل عليها اني اخذها. بتعرفي يا نريمان انه القانون بيعاقب هذا الشيء؟ انه انا مش غلطانه انا صورتها.
هذا القانون بيعاقب عليهم، يعني بيعاقب التاجر اللي بحط عروض وهمية بهذا الشكل، يعني لو اشتكيتي عليهم بتخالفوا. جاد والله والله من شهر 8 انها 149.5 وعليها خصم 35% 149.5. يا سلام. طب رفعوا السعر عشان حطوا الخصم 30%؟ هاد لا لا، محطوط انه جنبها انه عليها سعر 35%، صارت بعد الخصم 149.5. يا سلام. صارت بعد الخصم نفس سعرها الاول، نفس السعر، يعني ولا دينار خصم ولا اي شيء ولا شيء. مع الأسف في بعض المحلات صراحة بيمارسوا هاي الشغلة. يعني أنا عارف حالي. أنت موثقيتها يعني أبداً. ما في مجال. بدنا نشكرك يا ناريمان، بدنا نروح لاتصال تاني. ألو مرحبا. ألو. يا أهلاً. صباح الخير. يا صباح النور، تعرفينا بحضرتك. سهاد معكم. يا أهلاً يا سهاد. أحب أصبح عليك ساشا وعلى غيث دائماً. يا أهلاً ومرحبا. يا اهلا يا سعاد. اليوم موضوع حلقتنا عن البلاك فرايدي، شو رايك يعني بالخصومات اللي بتكون بهذا اليوم؟ هل بتحسي انها خصومات حقيقيه؟ توقيت البلاك فرايدي بنص الشهر وباخر الشهر بتكون الرواتب نازله، كيف الوضع بيكون؟ صراحه يعني في شق بموضوع البلاك فرايدي، في محلات عن جد عم بتكون البلاك فرايدي عن جد 70% عن جد 80%، هاي الانترناشونال براند خلينا نحكي. يعني انا مجربتها وبعرف مين هم اللي عن جد بيكونوا صادقين. في بعض المحلات للاسف المحليه بتلاقي القطعه سعرها لسه 20 على البلاك فرايدي، بحطوها 30 وبنزلوها ل 20، يصفى نفس السعر ما تغير، بيرفعوا السعر. فالواحد بده يعرف مين المحل عن جد بيكون عارف من قبل وشايف شو الأسعار عشان ما ينصدم ويصدق ويشتري بإشي أسعار وهمية. وتاني شيء موضوع إنه بآخر الشهر عادة بيعملوا آخر جمعة من شهر 11، صراحة صعبة لأنه معظم الناس ما بيكون معها رواتب وكذا، في ناس تضطر تتداين. يعني أتوقع إنه لو يعملوها بنصف الشهر بيكون كتير أحسن، بس جرت العادة لأنه عالميا تكون في آخر الشهر. يعني هاي إشي مش يعني مش وليد الأردن هون إنه إحنا بنعمله أو بالعالم العربي، هو أصلاً يعني إشي عالمي. فهيك صحيح. جرت العادة إنه آخر جمعة من شهر 11 إنه يكون بلاك فرايدي وينزل خصومات لسبعين 80 وأحيان 90%. إحنا للأسف المحلات يعني إذا عملوا 10% بتكون خطيرة. طيب سهاد، أنت بتستغلي العروض اللي بتكون بالبلاك فرايدي؟ صراحة بالعادة. للأمانة يعني أنا بستغلها، بس بكون عارفة أنا شو بحاجة أشياء معينة وبكون شايفة أسعارها مسبقاً، بكون عارف انه رح ينزل على، اذا نزل عليها بروح باخذها لانه انا بحاجتها. يعني مثلا زي شاشه، زي ما الاتصال اللي كان من قبل قال انه الشاشات بيعملوا عليها او اشياء انت عن جد بحاجتها، صح؟ اوكي، بتكون عارف سعرها مسبقا، اذا نزل عليها سعر مغري بشتريها، ما نزل خلاص، يعني مش اذا ما كان ايرجنت. بس بان جنرال بحب اقول انه اللي بده يشتري عن جد ينتبه قبل بوقت انه شو اسعار الاشياء القطع، إذا عن جد حينزل عليها سعر، لأنه أحيانا عن جد بتكون وهمية. وأنا صارت معي أنه رحت بدي أشتري شغلة، لما رحت شفت سعرها نفس السعر أنه عن جد مش نازل وحاطين قال 50%. فأنه لا الواحد بيكون حريص وينتبه. طيب كل الشكر إليك سهاد على هذه المداخلة. كيف بتقيم الأسعار عنا بالبلد فيما يتعلق بالأسواق الملابس وما إلى ذلك خلال يعني جولاتك في الأسواق؟ جولاتك. يعني أنا بعتبر صراحة أنه شوي أوفر برايسد، شوي غالية يعني. يس. بتسافري برا بتروحي بتقارني الماركات برا وجوه؟ يعني لا، هو مش كتير بصراحة كمقارنة أسعار، بس فعليا المحلات عنا إذا بدك تاخد قطعة تكون هي يعني كواليتي خلينا نحكي، يس بدك يعني يكون سعرها شوي عالي. فشوي أحيانا نتجه كمان للأونلاين لأنه بيكون شوي السعر ألطف. اليوم تنصح الناس انهم يستغلوا هاي الفتره ويشتروا كل شيء بدهم اياه، ولا ياجلوا او يقسموا مشترياتهم على فترات مختلفه من السنه؟ يقسموا. يعني مش شرط هلا انا في بلاك فرايدي اشتري كل شيء، مثل ما يعني حكت احدى المتصلات انه ممكن في بعض المحلات يصير في تلاعب بالاسعار، فبدي انا انتبه اركز انه السعر قد ايه كان قبل وقد ايه صار بعد، واعرف من وين عم بشتري بصراحه، مش يعني على حسب البراند او المحل، وأقسم مشترياتي على يعني فترات من السنة يكون أفضل. يس.
يعني ان شاء الله انهم الناس يتقيدوا بنصائحك، وانت صاحبه خبره بهذا الموضوع. حبينا نشاركك الحديث عن الحملات الخصومات والبلاك فرايدي في نهايه هذا الشهر. كل الشكر لك. شكرا عبير، صانعه المحتوى في اطار الحديث اللي بنحكي عنه. كل الشكر لك على وجودك ضمن برنامج بصراحه. وصلنا بصراحه.